يا شباب، صباح الفل كده، ركزوا معايا. احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل ايه؟ هنعمل انترفيسنج للويب مع 851، وهنعمل انترفيسنج لمين؟ للسيجمنت ديسبلاي. احنا الاول بالنسبه لنا لو اتكلمنا على الليد بالنسبه لك هو عباره عن ايه؟ هو سيمي كوندكتور، حاجه شبه البي ان جنكشن كده، هو بي ان جنكشن فعليا يعني. في جزء بي وجزء ايه؟ وجزء ان، حطوا مع بعض فبيحصل ايه؟ مرور للهولز، مرور للالكترونز، الشغل اللي انتوا خدتوه في ايه؟ في الالكترونكس. بس الفكره بقى ان ايه؟ ان انا عندي الليد ده بيبقى الكات اوف فولتج بتاعه تقريبا اراوند 1.7 فولت، وفعليا في السوق هتلاقي انواع كتير من 2 ل 3 فولت. تمام؟ يبقى اللي يهمني في الليد ان انا عارف ايه؟ ان انا لما بحط له الفولتج بتاعه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هو بيعمل بلو او بينور يعني. فانا بالنسبه لي عشان اخلي الليد ده يشتغل فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اعمل الفولتج دروب بتاعه هو عليه، يعني مثلا هو بيشتغل ب 1.7 اديله 1.7 فولت، يشتغل ب 2 فولت اديله 2 فولت، يشتغل ب 3 اديله 3. تمام؟ طيب بس في حاجه، انا عندي اللوجيك 1 بالنسبه لي هو ايه؟ هو 5 فولت. فانا دلوقتي 5 فولت دول من 5 ل 1.7 في فرق. الفرق ده هيروح فين؟ الفرق ده لو انا ما حطيتلوش حاجه تعوض الفرق ده، نعمل فولتج دروب عليه او تاخد الفرق ده، الليد ده بالنسبه لي هيبقى ايه؟ هيبقى برنج، هيتحرق. فحاجه زي كده بنعمل ايه؟ بنحط ريزيستور بتبقى بالمنظر ده كده. الريزيستور دي بتبقى ايه؟ بتتوصل بالطرف النيجاتيف بتاع الليد ده، وهي بيحصل لها ايه؟ بحط عليها اي فولتج دروب زياده عن مين؟ عن الفولتج دروب بتاع مين؟ بتاع الكات اوف بتاع الليد. يعني مثلا لو انا عندي هنا افترضنا ان انا لوجيك 1 هنا 5 فولت، هوصل الجزء اللي هو الانود او البوستف بتاع الليد بالطرف ده، والطرف الكاسود بتاعه او السالب هوصله بمين؟ بالريزستور، وبعد كده هوصل بمين؟ بالجراوند. طيب انا مطلوب مني اعرف قيمه المقاومه اللي انا هحطها هوصلها في مع الليد ده قد ايه؟ انا بعمل ديزاين سيستم. تمام؟ فبعمل ديزاين، بحط ديزاين لكل حاجه او كل كومبوننت موجوده في السيستم بتاعي. طب انا هحط قيمه المقاومه دي اي مقاومه والسلام؟ لا طبعا. طب هحسبها ازاي؟ انا قلت هنا دلوقتي عندي ده الفولت ده، تمام؟ 5 فولت، وعارف الكات اوف فولتج هنا بتاع الليد 1.7 فولت، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ عايز الفولتج دروب اللي هنا، اللي هو مثلا هنسميه في ار. طيب الفي ار ده هيساوي ايه؟ الفي ار هيساوي من كيرشوف بقى والقناه والكلام بتاع السيركس اللي احنا خدناه قبل كده، يبقى 5 ماينس 1.7 كده. انا جبت مين؟ جبت الفولت بتاع الفي ار. طيب الفي ار احنا اتفقنا الفولت على اي مقاومه بيساوي ايه؟ بيساوي الكرنت اللي ماشي في المقاومه مضروب في المقاومه. يبقى اقدر اجيب قيمه المقاومه ان انا اقسم الفي ار اللي انا جبته ده اقسمه على مين؟ على قيمه مين؟ قيمه الكرنت. تمام؟ الكرنت اللي بيمشي في الليد بيبقى كام؟ بيبقى تقريبا 10 ملي امبير. فلما اقسم القيمه اللي انا حسبتها بتاعت الفولتج على 10 ملي امبير، جبت قيمه مين؟ جبت قيمه المقاومه. انا هنا قلت مين؟ قلت ان انا الفولتج بتاعي 5 فولت. في سيستمز ثانيه بتايه؟ بيبقى اللوجيك 1 بتاعها مش 5 فولت بالظبط. فيبقى القانون العام ان انا بحط هنا في ايا كان الفي ده قد ايه بقى، ماينس ال 1.7 اللي هو الكات اوف فولتج بتاع الليد، ويبقى انا كده جبت مين؟ جبت قيمه الفي ار. الفي ار ده هقسمه على ال 10 ملي امبير، هبقى جبت قيمه مين؟ المقاومه اللي انا هستخدمها في ايه؟ في الديزاين بتاعي. طيب المقاومه دي تقريبا بقى من ضمن الحسابات بتاعتنا والشغل بتاعنا بتطلع كام؟ بتطلع 330 ايه؟ تمام كده؟ طيب لو جينا نتكلم بقى على السيركت دايجرام بتاع الدايره بتاعتنا اللي عامل فيها انترفيسنج للايه؟ للليد مع المايكرو كنترول. هي بتبقى حاجه بالشكل ده كده. لو افترضنا ان انا هستخدم بورت رقم 2 او بورت ايه؟ بورت 0. هستخدم بورت 0، فانا موصل كل ليد من دول على بين البنز بتاعتك البورت بتاعتك،
وموصل ده الطرف الموجب، والطرف السالب بتاعها او الكاسوت بتاعه موصله على مين؟ على المقاومه، ومجمع كل المقاومات على مين؟ على الجراوند. اظن الموضوع مش مستاهل، اللي بتبقى الموضوع اصلا سهل قوي، مش محتاجين ايه نتكلم فيه اكتر من كده. تعال نتكلم بقى على مين؟ على الابلكيشنز الاول انا بستخدم فيها الليدز. تمام، انا بحتاج الليدز في ايه؟ ابلكيشنز زي ايه؟ ممكن استخدمها في ابلكيشن زي 7 سيجمنت. يعني 7 سيجمنت اصلا هي عباره عن ايه؟ شويه ليدز. ممكن استخدمها في حاجه اسمها الدوك ماتريكس ديسبلاي، عندك بتبقى ماتريكس كده وكلها عباره عن ليدز، وتلاقي حاجات بتنور وحاجات بتطفي كلام من ده. ممكن استخدمها في الستريت لايتس اللي هي الانوار بتاعت الشوارع. ممكن استخدمها في اشاره المرور اللي هي الليدز بتاعت اشاره المرور، تمام، اللي هي الترافيك لايتس. ممكن استخدمها كانديكيتور لاي حاجه وورنينج كلام من ده. ممكن استخدمها كاميرجنسي لايتس، او استخدمها في اي دايره من الدوائر الايه؟ الالكترونيه. دي كده شويه ابلكيشنز من الابلكيشنز بتاعت مين؟ بتاعت الليد. طيب تعالى بقى نتكلم على ال 7 سيجمنت ديسبلاي. ال 7 سيجمنت ديسبلاي لو جينا بصينا عليه هو دايما ده الشكل اللي ايه؟ اللي بيبقى باين لنا. بس هي مكونه من جوه من ايه؟ مكونه من 8 ليدز. وخلي بالك من الكلمه 8 ليدز، 8 ليدز. ايه هم ال 8 ليدز؟ انا عندي بص بالترتيب كده A B C D E F G. طب دول كده كام؟ 7. ناقص لي ليد. الليد الثاني فين؟ حد يتوقع؟ بتاع الدوت اللي هو هنا ده. طب الليد بتاع الدوت ده انا بستخدمه في ايه؟ حد عنده اقتراح؟ لا، حد عنده اقتراح تاني؟ طيب اولا ال 7 سيجمنت ديسبلاي انا بستخدمها ليه؟ عشان هي ديسبلاي نمبرز. ديسبلاي نمبرز، نمبرز من كام لكام؟ من 0 ل 9. تمام، وهطلع كمان كاركترز اللي هم الاي والبي والسي اللي هو ايه؟ اللي اقدر اكتبهم بمين؟ بالايه؟ بالديسبلاي دي. طيب طالما ارقام، عندي اي رقم، الرقم ده بيبقى انتجر بس صحيح بس، ولا ممكن يبقى رقم ريال او فلوت؟ عشري. عشري، يبقى انا كده محتاج ايه؟ الديسمال بوينت او مين؟ العلامه العشريه. فبيستخدموا الدوت دي عشان تبقى ايه؟ تبقى هي الديسمال بوينت او العلامه الايه؟ العشريه. طيب يبقى احنا كده بالنسبه لنا ده كده الشكل بتاع 7 سيجمنت ديسبلاي اهو، مكون من كام ليد؟ 8 ليدز. خلي بالك من الترتيب عشان الترتيب ده هيفرق معانا وانت بتطلع مين؟ وانت بتطلع او بترسم شكل النمبر بتاعك او الحرف. فانت عندك A B C D E F G. فلو انا هطلع عايز اطلع الايه؟ نمبر 0، يبقى انا هعمل ايه؟ A B C D E F دول بونز يعني كلهم منورين، والجي بكام؟ ب 0. طيب لو هطلع 1 البي والسي، طب لو هطلع ال 8 كلهم منورين، طب لو ال 9 يبقى عندك الاي بي سي دي والاف والجي، الاي بايه؟ الاي بزيرو. على حسب بقى كل حاجه انت عايز ترسمها بتشوف ايه الليدز اللي انت هتنورها، تمام، وايه الليدز اللي هتبقى ايه؟ اللي هتبقى اوف او هتبقى مطفيه، تمام. وانت بتعمل الكلام ده بتبتدي زي ما هنخش كمان شويه في البرنامج بتحدد انت الاسكي بتاع القصه دي ماشي ازاي، زي ما هنشوف كمان شويه. وبناء عليه بنبتدي نعمل ايه؟ نطلع القيمه ايه اللي هطلعها على مين؟ على البورد. تمام كده؟ هي ال 7 سيجمنت ديسبلاي فكرتها كلها في ايه؟ فكرتها كلها ازاي اعرض الكاركتر على مين؟ على الديسبلاي. تمام؟ طيب ده شكل بقى الايه؟ ال 7 سيجمنت ديسبلاي اللي بدأ وصله. بص بقى هنا ايه؟ ادي كده بقى الايه؟ اللي هو الليد الثاني اهو، وادي هنا بقى البي، وادي بعد كده السي دي اي اف جي، وده الدوت. وهنلاقي عندنا حاجه اسمها ايه؟ كوم. الكوم ده ايه؟ ده حاجه اسمها كومن. كومن ده يعني ايه؟ يعني مشترك. طيب انا في كومن فوق وكومن تحت، ليه؟ عشان انا عندي 3 ليدز فوق و 3 ليدز تحت، او اربعه، لا 4 ليدز فوق و 4 ليدز تحت، تمام؟ وبالتالي الاربعه ليد دول هيبقوا مشتركين
مع بعض في كومن فوق والاربعه ليد اللي تحت مشتركين مع بعض في كومن في كومن تحت. طب الكومن ده بيفرق في ايه؟ ده اللي احنا هنقوله في اللي جاي السلايد اللي جاي او في الايه كام سلايد اللي جايين. ان انا عندي نوعين من السيفن سيجمنت ديسبلاي، حاجه اسمها كومن انود او انود كومن او كومن كاثود. يعني ايه؟ احنا بالنسبه لي هنا باجي هنا ممكن اوصل اللي هي كومن كاثود ده، ان انا باخد الطرف السالب بتاع الليدز بتاعتي دي كلها واجمعها كلها على ايه؟ على كومن واحد، تمام؟ او ان انا اخد الطرف الموجب بتاعي كله واجمعه على مين؟ على كومن واحد، تمام كده؟ وبتفرق في ايه بقى؟ بتفرق في التوصيله. ان انا هنا لو انا الكومن انود يبقى انا في الحاله دي ده كده اللي واصل بالبورد، دي البنز دي اللي هتبقى واصله بالبورد، وده اللي هيبقى واصل بالمقاومه وواصل بمين؟ واصل بالجراوند، تمام؟ نفس القصه هنا هيبقى برضه ده اللي واصل بمين؟ بالبورد، وهنا ده اللي واصل بالمقاومه وواصل بالجراوند، تمام؟ بس هتفرق في الايه؟ في الفانكشن بتاعتك. انا هنا ده التوصيله الطبيعيه بتاعتي ان انا عندي الموجب والسالب، يبقى انا هنا هطلع ايه؟ هطلع لوجيك 1. لو انا عايز اعمل الايه؟ الليد ده ايه؟ ينور، تمام؟ لكن انا هنا في الحاله دي لو انا هوصل الكلام ده بمين؟ بالبورد، تمام؟ هيبقى انا هنا اللي واصل هنا الانود اللي واصل هنا ده واصل بالمقاومه وواصل بمين؟ واصل بالدي سي سي، مش واصل بمين؟ مش واصل بالجراوند. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني هي الفرق بالنسبه لي ان انا مجمع الانود ولا مجمع الكاثود. طب مجمع الانود يبقى انا ساعتها الانود ده عشان الليد ده ينور، يبقى لازم اللي هيبقى واصل هنا واصل مقاومه، واللي واصل بالمقاومه من فوق ده مين؟ الدي سي سي. طب انا هنا الكومن كاثود، كومن كاثود، يبقى انا اللي واصل هنا مقاومه واصل لمين؟ بالجراوند، تمام؟ شكل التوصيله بس محدد. طيب لو جينا نتكلم بقى، هو هنا بيتكلم على حته ان هو ايه التوصيله بتاعه السيركت ديجرام بتاعتنا. فهو هنا هفترض ان هو موصل على بورت 2، فهو موصل هنا على بورت 2 وموصل بعد كده هذه هنا الكومن اهو، تمام؟ دي كده كومن ايه؟ كومن كاثود، تمام؟ يعني هي كومن ايه؟ كومن كاثود. بعد كده اعمل ايه؟ موصل كل البنز بمين؟ بالبورد. كل بن من دول اهي الكومن كاثود بتاعتنا اهي، كل بن من دول دي هتبقى واسطه على البورد، والكومن بتاعتها اللي طالعه هتوصل بالمقاومه وهتوصل بمين؟ بالجراوند. اهي كل بن من دول واسطه على ايه؟ على نظريتها في البورد. وبعد كده الكومن بتاعتها اللي هي السالب او طرف الكاثود بتاعك واصل بمقاومه وواصل بمين؟ واصل بالجراوند. لحد كده احنا عرفنا شكل السيفن سيجمنت ديسبلاي عامل ازاي؟ شكل السكيماتيك بتاعها عامل ازاي اللي هو البنز والكومن والدوت والكلام ده كله، تمام؟ شكل توصيلها على ال 851 ازاي؟ لحد كده حد عنده مشكله؟ طيب تمام. طيب تعالوا نشوف بقى الاستراكشر بتاعها من جوه بتبقى عامله ازاي. بص بقى، انا هنا ادي كده ده الاي وادي البي وادي السي الدي الاي الاف الجي وادي مين؟ الدوت. حلو قوي كده. وده مين؟ ده الكومن بتاعك، سواء هو بقى كان ايه؟ كان كاثود او مين او انود. طيب انا هنا بالنسبه لي هو شغال مين؟ شغال كومن كاثود، تمام؟ مجمع. بص بقى، ادي 1 2 3 4، كل ده اهو، ده واصل بده واصل بده واصل بده واصل بمين؟ بالكومن. نقول تاني، نقول تاني، هو هنا الرسمه اللي قدامنا دي كومن ايه؟ كومن كاثود. ليه؟ بص، ده الطرف الكاثود اهو او النيجاتيف بتاع الليد، وده الطرف الكاثود او الايه او النيجاتيف بتاع الليد، وده الطرف الكاثود او النيجاتيف بتاع الليد، وده الطرف الكاثود او النيجاتيف بتاع الليد. ادي دي واصله بدي اهي، واصله
دي واصله بدي واصله بمين؟ واصله بالبنت اللي هي بتاعت الجراو الاحمر. حلو كده؟ دول كده مين؟ دول الاربعه اللي فوق، الاربعه اللي تحت. هي عندك هنا ادي الدوت مع دي، ده هو وصل كمان، دول كمان معاه اللي هو السي والدوت واصلين فوق. اللي تحت بقى هو وصلهم كلهم مع بعض على فكره. يعني انت لو وصلت هتلاقي واخد بالك، هتلاقيه موصل الثمانيه كلهم، كلهم متوصلين. طب ايه الفرق بين مين دي ودي؟ هو عامل كده ايه؟ عامل مشترك ما بينهم الاثنين. ما علينا. بس انت لو خدت بالك هتلاقي ان كلهم متوصلين على ايه؟ على نفس الجراوند، يعني الكومن بتاعك ده هو هو نفس الكومن بتاع كلنا. ماشي. ثاني كده ممكن تستخدم الجراوند ده؟ هو نظريا صح. عمليا هنشوف هتنفع ولا لا. طيب. كده احنا شفنا ايه توصيله الايه السيفن سيجمنتس بلين جوه. طيب تعالى بقى لو احنا عايزين نطلع نرسم الايه الزيرو او ال1 او ال2 او ال3 او الديجيتس عموما دي بنرسمها ازاي؟ تعالى نمشي واحده واحده كده ونشوف. لو انا هرسم الزيرو، طب لو انا هرسم الزيرو احنا اتفقنا ايه؟ كلهم هيبقوا 1 ما عدا مين؟ ما عدا جي وما عدا الدوت. صح كده؟ يبقى امشي هنا بالترتيب، ادي A B C D E F G والدوت. يبقى انا كلهم بونز ما عدا الجي وما عدا الدوت. طيب تعالى هات قيمة الكلام ده بالهكس. ادي عندك هنا ادي 1 2 4 8 ده مين؟ ده الاف. 1 ادي 2 يبقى كده كام؟ 3 يبقى ده كام؟ 3 اف. طيب لو انا عايز ارسم ال1 يبقى مين اللي عندي؟ قول البي والسي، صح؟ يبقى البي والسي بس والباقي كله ايه؟ زيروز. يبقى انا هنا البي والسي يبقى انا عندي ايه؟ 2 و4 اللي هو كام؟ 6. يبقى 0 6 اكس والباقي ايه؟ والباقي مش معايا. طب لو ارسم الاثنين، بص ال2 كده اللي هو الايه؟ والبي والجي والاي والدي، صح كده؟ يبقى انا عندي هنا الاي والبي والجي والاي والدي والجي اهو والاي واقفين اهو والدي. فلما اجي احسبهم هيبقى مين؟ 1 و2 3 و8 مين؟ ال 11. 11 ده اللي هو مين؟ اللي هو البي. طيب وهنا هيبقى مين؟ هيبقى 1 وأربعة اللي هم مين؟ الخمسة. يطلع خمسة إيه؟ خمسة بي. يبقى أنت من الآخر هنا أنت بترسم، بتشوف أنت الديجيت بتاعك اللي هيطلع هيبقى واخد أنهي ليتس، وبناء عليه هتبتدي تحسب مين؟ الأسف القيمة بتاعتك. تمام كده؟ حد عنده مشكلة في القصة دي؟ طيب طيب لو جينا هنا بقى مين؟ هنعمل البروجرام بتاعك ده بالإيه؟ بالسي. فاحنا هنا هنفترض هو هنا عايز يعمل ايه؟ هو هنا موصل بس الاول على انهي بورت؟ على بورت 2. ماشي. هو عايز يوصل ايه؟ ال 7 سيجمنت ديسبلاي هيوصلها على مين؟ على البنز بتاعت بورت مين؟ بورت 2. والفكره بتاعت البروجرام ان هو موصل سويتش على بن في بورت 1، وبناء على قيمه السويتش ده لو هو بزيرو هيعد تصاعدي، لو هو ب1 هيعد ايه؟ تنازلي. فهو هيظهر لك مين؟ القيم بتاعتك بتاعت الكاركترز ماشيه كده او ماشيه كده. وكل الفكره في ايه؟ لوب. ما عنديش اكتر من كده. طالما لوب باستمرار بعرض القيم لوب، وبين كل حرف وحرف او كل كاركتر وكاركتر ديلي. تمام كده؟ فانا هنا كل اللي هعمله ايه؟ هاجي الاول هستدعي اللايبراري بتاعت 851 اسمها ايه؟ عشان انكلود وريجستر 851 دوت اكس. وبعد كده ده اس 1 ده السويتش بتاعك واصل على مين؟ على بورت 1 البن 0. تمام كده؟ وهاجي هنا ايه؟ هعرف هكس 12 ده كده اري في قيم بتاعت الاكس بتاعت مين؟ بتاعت الارقام بتاعتي اللي انا هظهرها على مين؟ على ال 7 سيجمنت سكرين. لو انا هبدا
من اول حاجه خالص اهو 3 اف لحد كام؟ لحد 6 7. هو هنا عامل 12 حاجه، يعني هو ايه مكملهم كلهم. تمام. طيب دخل هنا دي الديلي، فاحنا عارفين ان احنا الديلي بالنسبه لنا ايه؟ انا بضيع وقت. تبقى بالنسبه لي ايه؟ لوب، ممكن تبقى لوب واحده او اثنين نست لوب جوا بعض ايا كان. تمام. فهو هنا عامل اثنين لوبس. تمام. نست لوب، اللوب الاولانيه بتلف 100 لفه والثانيه النست اللي جواها بتلف 1000، فهنا هيلف كام لفه؟ 100000 لفه. تمام. بعد كده هيخش هنا فويد مين، هبتدي اخش اعرف هنا اللوب كاونتر. تمام. وايل 1، وايل 1 يبقى انت عندك هنا الشرط بتاعك متحقق، هيخش جوه اللوب. طيب هيخش جوه اللوب لو السويتش ده قيمته زيرو. تمام. يبقى 4 دي بيساوي زيرو لحد اخر قيمه عندك، طلع لي القيم اللي موجوده في الايه؟ في الاكس دي على مين؟ على بورت 2 الري، وباخد مره اول مره اول قيمه بطلعها على البورد، بعد كده ديلي والف تاني اخد القيمه الثانيه والف تالت وهكذا. ده كده ايه؟ يبقى انا بالنسبه لي بادئ من الزيرو لحد اخر قيمه عندي، فده كده ايه؟ السندنج اوردر. فده هيطلع لي من اول زيرو لحد ما يوصل لاخر ايه؟ لاخر ديجيت. طيب الاس لو الاس ده كان ب 1، يعني السويتش ده كان ايه؟ كان حد عمل له بريس او اوبن، فيبقى ساعتها ايه؟ هيعيد من 11 ولحد الزيرو واعمل ايه؟ ديكريمنت اللوب كاونتر. يبقى انا هعد ايه؟ هطلع من اخر قيمه في الاري. تمام. وابتدي انزل، يبقى بعد من ايه؟ من اكبر قيمه وانا نازل، يبقى كاني بعد ايه؟ ديسندنج اوردر، ان انا بعد عنده ايه؟ عدو تنازل. تمام كده؟ ده ابلكيشن صغير يعني انت ممكن تستخدمها في اي حاجه. انا هكتب الكود بتاعي ده بالاسمبلي هيبقى شكله عامل ازاي؟ تعالوا نشتغل على القايل على طول مباشره كده ونجرب ونعمل بروجكت كامل متكامل على القايل بجيب الكود الاسمبلي ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي ونشرحه مع بعض. باجي هنا اول حاجه اقول له ايه؟ اقول له نيو بروجكت. تمام. وايه هاخد كده على الديسكتوب واعمل نيو فولدر واسميه 7 سيجمنت تمام، وهسميه هنا 7 سيجمنت واختار نوع المايكرو كنترولر بتاعي AT89S51، ادوس اوكي نو، واجي بعد كده اقول له عايز نيو اديتور واسميه سيف از 7 سيجمنت .asm، واجي هنا اعمل له اد سورس جروب 7 سيجمنت .asm، واقول له اد كده. هنا انضاف خلاص اهو. ابتدي اكتب الكود بتاعي بقى. أول حاجة origin من 0x، يبقى ده كده بداية الكود بتاعي. بعد كده هعمل ايه؟ هموف في الداتا بوينتر وشيفت هاش ايه بقى؟ ماي داتا اللي هي كلها كابيتال ماي داتا، ده الليبل اللي انا هحط فيه الاكس
الخاص الاكس فاليوز الخاصه بالنمبرز اللي انا عارضها على السيجن سيجن ديسبلاي، وبعد كده هموف في الريجستر بي وكوما احط الداتا بتاعتي. قلنا انا شغال كومن انود، وبالتالي محتاج ان انا هسلكت انهي ديسبلاي فيهم اللي شغاله، فانا هختار ان انا هديسبلاي القيم بتاعتي على كل الاربعه سنس سنس ديسبلاي اللي عندي، الاربعه سنس اللي عندي، فانا هطلع عليهم على الاربعه على كيونت من كيونت يكونوا ثلاثه، هطلع عليهم ايه؟ هطلع عليهم زيروز عشان اسلكت الاربعه ان هم يشتغلوا، تمام؟ وبعدين بعد كده وده هنا يبقى انا عملت ايه؟ حطيت في الميدل ده اللي هو الهاي ده، حطيت فيه كام؟ حطيت فيه زيروز. بعد كده هبتدي اعمل لوب، اللوب دي اللي انا هبتدي اشتغل فيها كلير من ايه وموف ثرو الاكيوميليتور من ايه وكوما شيفت ات ايه بلس داتا بوينتر كده. وبعد كده احنا اتفقنا الداتا اللي احنا كنا شغالين عليها الاكس فاليوز اللي احنا كنا حاسبينها، كنا حاسبينها على ايه؟ على ان انا شغال كوماند كاسود، وبالتالي انا هنا كل هعمله ايه؟ هعمل كومبلمنت للقيمه اللي موجوده في الاكيوميتور هنا اللي انا خدتها من ايه؟ من عند الماي داتا ليبل ده اللي كان بيشاور ليها الداتا بوينتر، تمام؟ بعد ما عملت كومبلمنت خلاص انا بقيت شغال ايه؟ شغال بدل ما كنت شغال كومن كاسل بقيت شغال كومن ايه؟ كومن اند. بعد كده هطلع موف القيمه اللي موجوده في الاكيوميتور هطلعها على بورت 1، وبعدين هطلع هموف القيمه الموجوده في ريجستر بي هطلعها في ايه؟ في بورت 2 دي اللي بت ايه؟ اللي احنا اتفقنا ان هي بتسلكت انهي سيل من السيل سيل ديسبلاي اللي هتشتغل معاه. وبعد كده هقول له ابسولوت كول ديلي وبعدين بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ انكريمنت لمين؟ للداتا بوينتر، ان انا خلاص طلع لي اول قيمه عندي اللي كانت موجوده في الليبل الفلاني ده او في ماي داتا، تمام؟ اللي انا هوريها لك عندي اللي هي تمثل لي اللي هو 3 اف اكس اللي هي تمثل لي الرقم الزيرو، تمام؟ بعد كده اروح اعرض الايه؟ الرقم واحد، اروح اخد الايه؟ القيمه اللي موجوده في مين؟ في الايه؟ في الداتا بوينتر اللي بعده، يعني انا عرضت 3 اف فاروح اخد الايه؟ القيمه اللي بعدها، هوريها لك دلوقتي. وبعد كده هعمل شورت جمب لمين؟ هعمل شورت جمب لمين؟ للو. طيب عايز بقى ابتدي اعمل ايه؟ عايز هنا احط ماي داتا، اتفقنا ده كده ده الليبل اللي هحط فيه القيم بتاعتي اللي انا عايز اعرضها، تمام؟ واقول له داتا بايت وابتدي احط القيم بتاعتي 3 اف اكس ده يمثل لي رقم مين؟ رقم زيرو، تمام؟ طيب زيرو 6 اكس ده يمثل لي مين؟ يمثل لي رقم واحد، 5 بي اكس يمثل لي رقم 2، 4 اف اكس رقم 3، 6 6 اكس رقم 4، 6 دي اكس رقم 5، 7 دي اكس رقم كام؟ رقم 6، 0 7 اكس رقم 7، وبعد كده 7 اف اكس رقم 8، و 6 7 اكس رقم 9، و 7 7 اكس رقم 10، وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل زيرو، تمام كده؟
وهاجي هنا اعمل مين؟ اعمل ديلي. الديلي هاخدها من ايه؟ اي حاجه جاهزه قبل كده. ادي كده الديلي كتبتها خلاص تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل هن. هنا الديلي بتاعتي هم عباره عن كام لوب؟ هو عامل كام؟ ادي 1 2 3 3 مستر لوبس جوه بعض تمام. اول لوب هيبقى الاوتر الخارجيه هتبقى 5 لفات، اللي جوه اف اف واللي جوه اف اف، يعني كده اللوب الداخليه خالص الانر هيلف اف اف 255 لفه، واللي بعدها اف اف 255 لفه، اللي هي اللوب الوسطانيه، واللوب الخارجيه خالص ايه 05 اكس. تمام كده. تعالوا بقى ايه ننفذ اهو 0 ايرورز 0 وارنينجز. يبقى ايه ترانسليت بيلد وديبج تمام. طلع لي كده ايه 0 ايرورز 0 وارنينجز تمام. تعالى نشوف بقى على مين؟ على الديسكتوب. اهو 7 سيجنال تمام. هتلاقي هنا بالنسبه لك ادي الليست فايل بتاعك. لو جينا نفتحه اوبن ويز نوت باد، ادي هنا ده البروجرام اللي احنا كتبناه كله، وادي اللاين بتاعتك، وادي شكل الكود وهو مكتوب بالاكس. ادي هنا ده الادرس، ده كده الادرس بتاعك، وده هنا الاوب كود بتاع البروجرام بتاعك، ومفيش عندك اي نوع من انواع ايه الايرورز، والدنيا تمام. تعالى هنا ما ظبطناش الدنيا زي ما بنظبط كل مره، ايه اللي ناقصنا؟ تعالى تارجت وكليك يمين اوبجكت، اظبط التردد بتاعك 22.11.8.4 ميجا هرتز، والاول بتاعك اقول له كريت مين؟ الاكس فايل، واعمل ترانسليت وبيل وديبج. تعالى نخش هنا تاني، هتلاقي هنا عمل لك ايه في الاوبجكتس؟ لقيت مين؟ ادي 7 سيجمنت فايل اللي هو الاكس فايل، ده اللي انا هعمل له بيرن على مين؟ على المايكرو كنترولر. تعالى نشوفه كده، اه ده كده ده اللي انا هعمل له بيرن على المايكرو كنترولر الخاص بمين؟ بالبروجكت بتاعي. تعالى ناخد بقى الاكس فايل ده ونروح نعمل له بيرن على مين؟ على المايكرو كنترولر بتاعنا اللي موجود على الكيت بتاعنا. طيب ايه هي الابلكيشنز اللي عندنا اللي ممكن استخدم فيها ال 7 سيجمنت ديسبلاي؟ ممكن استخدمها في الديجيتال كلوكس مثلا، الساعات الرقميه، ممكن استخدمها في الالكترونيك ميترز، ممكن استخدمها في الانسترومنت بانلز. عندك اي بانل معينه كده في اي ماكينه في اي شغل حاجه زي كده ممكن استخدمها فيه، ممكن استخدمها ما تعمل ديسبلاي لاي حاجه انت مستخدمها في اي تاسك او اي مشروع بتاعك. احنا كده حرفيا احنا خلصنا السن سيجنال ديسبلاي. حد عنده مشكله؟ محاضره خفيفه وظريفه ولطيفه وخلصت بسرعه. طيب احنا كده خلصنا.